السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم في محاضرة جديدة وهي المحاضرة رقم 11 Practice of Installation Solar Energy Project for a Hospital Using SketchUp and Scion Extension. طبعا راح نختار موقع جغرافي ونفترض أنه مستشفى سيتم تركيب مشروع طاقة شمسية على هذا المستشفى. راح نروح نختار الموقع الجغرافي، نروح من مثل ما كنا بالمحاضرات السابقة فايل ونروح على الجيوغرافيك لوكيشن ونعطي اد لوكيشن وننتظر لحد التحميل. تنفتح عندنا الواجهة ونكتب الموقع الجغرافي، راح اختاره انا على سبيل المثال اطراف بغداد 33.33 فارزة عربي، لازم انجلش 33 خط العرض و 44 خط الطول. انطي سيرش، طبعا هي طالعت لي منطقة مدينة بغداد. خلاص اروح اغير الموقع الجغرافي، اختار منطقة المحمودية. طبعا هنا يعتمد يعني سرعة نقل البيانات على قوة إشارة شبكة الإنترنت. نختار أحد المناطق المحاذية أو في جوار مدينة المحمودية، راح أقول له Select Region، أحدد طبعا أوسع هذه المنطقة وكليك، ومن ثم أقول له Import. راح انتظر حد استيراد الصورة الجوية للخارطة اللي اختاريتها الى مساحة العمل في البرنامج. الان تم استيراد الخارطة، انا طبعا راح احرك دقيقة صار اريد السنتر يتغير. هنا راح اقدر اغير المحاور، موقع المحاور، اروح على الاكسس اسحب هاي، اسحب من مساحة منطقة العمل اكسس، تمام. الان اصبحت عندي مساحة العمل الآن لو جينا الاكس اكسس والواي اكسس، هذه المنطقة صحيح منطقة مجرة، نفرض انه احنا راح نزيل قسم من هذه الاشجار حتى ننشئ هذا المستشفى، حتى يكون في منطقة بعيدة عن الضوضاء فراح نرسم السكيتش للمستشفى. فنفترض انه ابعاد المستشفى 50 متر، 100 متر، 100 متر، طبعا هنا المشكلة راح تظهر انه اللون الاخضر راح يضيء من اللون الاخضر للاشجار. 100 متر، 100 متر، 50 متر، انتر، و100 متر، انتر، واقفل، سلكت. الان هاي المساحة وهذا المستوى انا راح اريده متناظر، راح شو اسوي؟ اروح احدده، اسوي له عملية موف وانقله مع الضغط على كنترول، وانقله مع المحور الاكس اكسس
يعني مع الاكس اكسس اللون الاحمر المنقط مسافة 50 متر، 50 متر انتر. ف 50 هو عرضه 50، وأنا أريد تبعد المسافة، لا لازم أنقله مسافة كهرباء، أنقله مسافة select خمسين، وخمسين لازم أنقله 100 متر، كنترول مع الاكس اكسس 100 متر، 100 متر. تمام، اصبحت المسافه بين المستوى الاول والمستوى الثاني 50 متر. قيس. تمام، 50 متر. تمام. الان ارسم من ميد بوينت بالعرض خط على مسافة 50 متر، انتر. الآن الخط المنتصف لكلا المستويين، ارجع ب10 متر من اي نقطة على هذا، أداة المجر تول، أرجع للجهة اليسار 10 متر، انتر، ونحو اليمين أيضا 10 متر، انتر. تمام، أجي على هذا أيضا بأداة استخدام أداة المجر تول، و استخدم من الميد بوينت ارسم هنا باستخدام أداة الميجر تول من ميد بوينت، طبعا من يشوف ميد بوينت، وأتحرك بمقدار 30 متر، 30 متر، انتر. الآن تحدد عندي مساحة أريد أتخلص من عندها، اللي هي أحددها بالبين select، هاي المساحة لها ديليت، إذا أصبح عندي الشكل هذه الصورة. أوصل نقطة الانترسكشن أيضا سكيل. تمام، سيلكت. الآن عندي أريد أسوي الارك من نقطتين عند هذا النقطة الانترسكشن وهذا النقطة، واتقدم، طبعا من اتقدم مع موازي الخط الاخضر موازي للواي اكسس حتى يكون كله على بلان واحد، وانطيه 25 متر، القوس 25، انتر. تمام، ايضا من الجهة اليمنى مع الواي اكسس وايضا 25، انتر. بدي اسلكت
الآن أصبح عندي الشكل بهاي الصورة. تمام، نغيره. سلكت هذه الخطوط، أروح على الريزر وأمسح. استفاديت منها بعملية التحديد. سلكت. الآن أخذنا بالمحاضرة 10 الأمر الجديد اللي هو الـ 3 Dimension Offset. 3 Dimension Offset هو يرسم لنا بلانات أو صلد أو أجسام أو Entities مماثلة للأجسام اللي عندنا من خلال عملية Displacement. كل اللي علينا هو أن نروح ونشر وأيضا نشر 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 على كل بلان. سمي كبر. طبعا هنا لأنه أنا مشتغل به سابقا أعطاني عدة هذا الرقم بالستيت يصبر اللي يشوفونه هذا 3 بلان. هذا عبارة عن thicknesses، يعني كل بلان الثيكنس مالته يمثل 3 متر. إذا أعطيه بالبوينت طبعا بالسنتيمتر. هذا الداش هو الفاصلة بين ثيكنس والثيكنس اللي بعده. بس من أجي طبعا أنا راح أغير هاي، راح أعطيه 3 ثيكنس، أعطيه انتر، راح تطلع لي رسالة يقول لي يوز ذيس ثيكنسز 3 متر. اقول له اوكي تمام. الان شنو هاي الـ3؟ خلينا نشوف. قبل كل شيء او يا رب مشكلة، خلينا نشوف هاي الـ3، خلينا نكبرها حتى نشوف شنو هاي الـ3 ثيكنس. هاي الـ3 شنو؟ طبعا هاي نجي نكبره. احنا قد شرحنا، طبعا شرحت هذا كله بالمحاضرة رقم 10، لانه انا لين ما اخذ خارطة شوية قد تكون الابعاد، لانه لازم لانه خارطة فاروح اسوي لأن ده ياخذ المجسم كله، فأنا أريد فقط البناية، أريد فقط البناية تطلع عندي أو سطح البناية. خليني أمسح هذا. هذا هو الثيكنس اللي 3 متر اللي تولد بلان موازي للبلان الاصلي اللي احنا رسمناه. خلينا نسحب. سحبنا شوية، صغرنا الخارطة، نرجع ايضا هذا هذا هاي البلان. طبعا انا ما اريد كل البلان يعني المحيط المساحة، اريد فقط على اي حال ما راح يأثر شيء. هذا البلان نريد نرفعه اسفل واعلى المستوي من خلال الاسهم الموجودة على الكيبورد اليسار واليمين. لها بس انا اريد البلانات اللي تتولد جديد عندي كلها في مستوى واحد. ايش اسوي؟ تر انطي
الآن كل البلانات تولدت السطوح مالتها للأعلى الاتجاه واحد، وهذا المطلوب من خلال التأشيرة. هسه أنا إذا أقدر أغيرها أخليها للأسفل من خلال يمين يسار، سهم اليمين راح ينزل إياها أسفل المستوي اللي أنا رسمته، أسفل، واليسار للأعلى الكل. طبعا لما نجي نحرك بالأسهم، طبعا هنا يرى الدقة، يعني واحد شوي ينتبه. السهم الأعلى راح طبعا تتغير الثخانة مال الألوان، هاي الخطوط الحمراء والحدود. لما تكون عندي ثخينة أحمر كلش راح تكون عندي مستويات للأجسام حيث تكون مفصولة عن بعض. ولما أقل حدة بالثيكنسز مال اللاينز راح تكون كلها على شكل جسم واحد متصل وأيضا سلد. ولما تكون خفيفة اللي هي هذه، طبعا بس هاي كلش ثخينة، يعني من الهلوس انت راح تولد عندي هذا الشكل. هذا الشكل اللي هو عبارة عن سوليد انتيتيز، لكن كل انتيتي مفصولة عن الثانية. لما ارجع اغير، الان اصبحت بما أنا كلش تخينة، هسه تصير سلد. هسه اخف حدة حيث تكون عبارة عن جسم واحد. ولما احددها بحيث تكون الخط كلش خفيف راح تكون على شكل بلان، انطيها انتر طبعا راح تكون طايفة غير متصلة. شوف هذا المستوى الجديد غير متصل مع المستوى القديم. نرجع خلينا نسوي بعض التغييرات في تركيب بناية المستشفى. نرجع عنده طبعا لما اريد اني هنا طبعا اسوي سبيل المثال مجموعة من الشوابين، او ماشي نروح هنا. طبعا اكو خاصية انه اقدر من خلال تحريك جزء لمسافة واضغط على علامة السبيس بالكيبورد واحدد الارقام اللي هي تمثل السلاش، واحدد قسمها على عدد الارقام كانما قسمتها، راح يجزئ لي هاي المسافة الى عدد من التقسيمات، وهي كالاتي. اجي طبعا هنا سلكت، اول شيء هذا يمثل مجسم كامل، فحتى اقدر اتعامل ويا جزء جزء لازم اروح اسوي تجزئة العناصر، اكسبلود، بعد اكسبلود مرة ثانية. هسه اصبح كل عنصر اقدر اتعامل وياه. الان اجي على هذا الخط احرك، ارسم خط، اعطيت سلكت هذا الخط اللي رسمته، اقدر اسوي له عمليه نقل الى الحد الاخير من خلال موف، ومن خلال الضغط على النهايه السفلى والتحريك مع والضغط على كنترول والتحريك مع الاكس اكسس. طبعا خط منقط، انا اسحب ارجع الموف، على الاكس اكسس انطي، خلاص. الان نقلت استنسخت خط
من المجسم إلى النهاية الأخرى. أريد أقسم هذا اللون الأبيض إلى عدد من التقسيمات، على سبيل المثال 10. أضغط على سلاش، نعم بالستيتس بار، وهذا طبعا بالستيتس بار سلاش، والتقسيمات اللي أريدها على سبيل المثال 10 تقسيمات، طبعا لأن حركت الماوس، سلاش 10، وأنطي انتر. شوف هنا طبعا تقسمت هاي التقسيمات أصبحت كأنما فواصل للغرف ضمن الطابق الواحد المبنى. هذا الكلام أقدر أعيده يعني أكرره لنفس الاتجاهات للمبنى في الأجزاء، يعني في الاتجاهات الأخرى. على سبيل المثال لما أجي هنا طبعا أيضا أنقر، وراح نعيد أيضا نرسم خط لاين، أروح سلكت أجعل لاين تحدد عندي باللون الأزرق، أروح على موف وأضغط على النهاية السفلى مالته مع الضغط على كنترول، أروح أودي للنهاية انتر وسلاش وعشرة لنفس العرض وانتر. تمام، الآن أروح على أسوي روتيشن واسطة الأوربت، أصغر الآن نقل، أجي على الجهة الأمامية سلم لاين سلكت اجعل لاين، اضغط عليه صار لونه ازرق، و موف من الناحية السفلية اضغط على كنترول مع الواي اكسس و خلاص سلاش. هنا طبعا المسافة خلنا نقيس ايش قد صار. دقيقة هو كان 100، طيرنا منه 20، بقى 40 تقسيم 5 راح يصير عندي ايش كم قسم نسوي؟ نسوي 10، خلينا نشوف 10 شلون يطلع. تمام، حتى تكون متناظرة بالنسبة للباقي. ايضا نجي على ننقل الجزء الثاني نفس الشيء. وهكذا راح نستمر نكمل الباقي. أخيرا الناحية الخلفية خلف المبنى مع الضغط على كنترول مع محور الواي اكسس و سلاش، راح نضغط انا 20 طبعا انتر. ايضا من جهة كملناها تقاطع طبعا هنا كنترول و سلاش و سلاش و 5 انتر.
ضغط على كنترول والنقل من الأسفل للإند بوينت وإلى أن باك سلاش 5 انتر. الآن أصبح عندي شكل المبنى بهاي الصورة، شكل المبنى بالموقع المختار بهذه الصورة. طبعا عندي بعد أيضا هذه لازم أقسمها، أجي أقيس هاي عندي 20 متر، 4 أروح على ذاتي آخذ نسخة كنترول سلاش 4 تمام. أيضا هذه راح تكون هذا أصلا مرسوم من قبل، آخذ نسخة من عندي أحرك أرجع على ذات مو سلاش وفور انتر. أيضا أجي أغير سلكت هو نفسه، أخذ كنترول مو نهاية السفلية والنهاية مع انتر سلاش 4 انتر. الآن كمل عندي تقسيمات المبنى كشبابيك وقواسيم أبواب. هذا هو باتجاه التوجيه نحو الجنوب. طبعا من هنا نجي حتى نريد نضبط الروتيت نورث، هذا هو المتوجه كما تمام. طبعا هنا راح ارجع هذا كل المجسم اسويه اشره كله واسوي وانا جروب الشرع عملنا غالي الحدود الخط سميت عملنا ميك جروب. هذا ما احتاج بعد الريزر وامسحه والله على الخط المنقط اسوي له امسح. اصبحت معي ما راح ياثر، لازم انا اسوي له اكسبلود. يلا اذا صار جزء من الجروب مشكله، هسه نسويه نسوي له اكسبلود تمام، اسوي له ديليت. ايضا هذا اشر عليه واقول له ديليت، ارجع اسوي له مي ميك جروب تمام. ارجع على الاداة
غير روتيشن اوربت ارجع الاعداد. بس اني اقدر اضيف عدد طوابق مختلفة حسب الثيكنسز اللي انا طبعا عندي ثيكنس واحد. هسه اذا اضغط انتر لانه تشوفون بالستيتس بار طالع عندك عندنا ثيكنس واحد اللي هو 3 امتار. اذا اضغط انتر يتولد عندي طابق فوق اعلى الطابق الاسفل الارضي. طبعا هنا نغير لاحظ يتولد عندي الان مستوى فقط موازي لمستوى البناية. الان تولد عندي طابق كامل مفصول طوابق كأنما اجسام منفصلة. ما راح انا طبعا اخذ الحالة الاولى مستويات اضغط السهم الاعلى. هسه اذا ضغطت انتر تولد عندي طابق ثاني تولد عندي طابق ثاني. انا هاي العملية اقدر اعيدها كل مرة بس انا ما اريدها هيجي. اريد من خلال اعاز يولد لي مجموعة من الطوابق بحيث يوفر علي يعني وقت. شلون ارجع باك باك. طبعا هنا انا قسمت يعني انا اقدر من المستوى الاول بس لانه قسمت شبابيك اذا ارجع هذا شغله كله يطير. لكن اقدر منه اجي اشر هذا اشر هذا اشر الوسط ايضا اشر هذا. اذا اريد 10 طوابق انطيه يعني انا عندي انطي يعني حاليا عندي طابق واحد كامل انطي 9 ثيكنسز اللي يولد لي 9 طوابق. فانطي 3 داش 3 داش 3 داش 3 داش حد 9 نجي نحسبها. صار عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طي انتر تطلع لي رسالة يقول لي use these thicknesses 1 2 3 4 عدد كله اوكي. الان تولدت عندي طوابق بس هذه الطوابق خلينا نشوف شكلها شلون. خلينا نطي انتر تمام تولدت عندي 9 طوابق. هنأشر بما انه جروب اذا انطي انتر ثاني راح تتولد عندي ايضا 9 طوابق ثانية. خلي نشوف اذا غيرنا طبعا هنا اصبحت مستويات متوازية فوق المبنى. الآن راح تتولد عندي راح نجرب كل حالة خلينا نشوف ايش يطلع عندي. طيب انتر خلينا نشوف 9 طوابق الجديدة. عبارة عن مستويات متوازية مستويات متوازية خلنا ناخذ لها سينز راح تولد عندي طبعا مجموعة من المنشآت هنا. اسوي لها اول سين ثاني سين هذا السين الاول نعطيه بلس ماشي. انا اغيرها هنا طبعا
نطي السين الثاني نكبرها هنا طبعا، نطي السين الثالث، بعدين راح اشوف شو اسوي بهاي المشاهد هذه. طبعا هنا لازم نصغر على كيفنا، لانه مرات خلينا ناخذ من هذا المشهد نطي السين الثاني. خلينا نرجع، انا ما اريد هيك، انا اريدها غير شكل واحد. الشيء الثاني انا بقيت عندي اجزاء، هذه الاجزاء ما لها تبقى، يعني انا طبعا هذا هنا فن معماري، يعني قد واحد يريد مثلا هذا الطابق يصعد ويبقى هنا، انا هذا الشيء ما اريده، انا ما اشتري. ايش اروح اسوي؟ اشر هذا، ايضا اشر هذا، ايضا اشر هذا. طبعا هنا راح انطي انتر، انطي بالاسهم، شوف شو يطلع عندي هنا مستويات. طبعا لا سوليد، انطي انتر. صار عندي شكل المبنى بهذا الطريق. خلنا نطي السين، تمام. خلص اذا انا قررت هو هذا المبنى هذا الشكل مالته راح يكون. المهم انا مو مهندس لا معماري ولا ابدا، يعني فقط اريد نوصل الحاله. طبعا هنا احنا اللي يهمنا من هذا الكلام كله هو انا اريد انصب نظام شمسي على سطح هذا المستشفى. بس خلينا نفرض انه انا عندي منطقه خدمه، يعني مثلا اريد هذا السطح قد يكون مو كله متساوي، يعني على سبيل المثال راح اضيف طابق لاف يكون، او ارجع او اقدر اضيف هذا، اضيف فقط طابق واحد، انطي ثيكنس واحد 3، انطي انتر. يس، فرضا هذا صار اعلى، بس هذا الطابق شلون راح يكون على الشكل؟ اريده راح يكون مثلا بشكل كافتيريا مزجج، يعني فقط راح يكون بالترتيب هذا، بس انا هذا ما راح يخدمني، يعني راح يبي شغل سيفل انجينير، فما راح استفاد من عندي شيء. اخلي صلب اقدر اسوي هيجي، اقدر استفاد من هاي المنطقة الخدمية، يعني اخليها ممكن هذه مع سلت، ممكن هذا هنا. طبعا اذا اضيف طابق راح اسوي لي خليه للداخل، اقول له سلكت وانتر. لا طبعا لغالي، يعني ما راح ايضا ما راح يفيدني بشيء. طبعا هنا شنو صار عندي؟ كانما سطح او مستوى سطح موازي للمبنى اللي تحته، كانما هذا راح يتغلف فقط زجاج اشبه بكافتيريا او شيء، بس هذا ما راح يفيدني بشيء، فما احتاجه اني، لان ممكن انه هذا ايضا ممكن انه
هذا ممكن انه اجعل يعني اقل مستوى كمبنى، ممكن انه يشيل من هاي الطوابق الأسفل، أقدر أمسح من بعدها، أمسح عندي هذا الطابق اللي تحت، سلكت، أقدر من حتى يكون متناظر أيضا سوى عملية روتيشن على الغي الطابق هسه، صار هذا فقط عبارة عن سياج عن السقف مالته. بس لأنه هو راح يكون ارتفاعه 3 أمتار ماشي، خليها على منطقة خدمة يعني أجهزة معدات تبريد ما مشكلة. أيضا هذا راح أجي هنا طبعا سلكت و للأسفل، طبعا نسهم للأسفل، نطي نصير لونه أخضر، تنطي انتر يعني يصير مسح ديليت. ايضا صار عندي سطح كأنما كافتيريا. بس خلي نشوف اذا هذا اعلى ما يفيدني، انا ما اريد هذا الشيء، نرجع عنده اقول له ديليت، وهذا اخليه ينزل للاسفل. هذا ما اريده، وصارت عندي هذا الساحة. اقدر هذا ايضا اقدر اخليه بهذه الطريقة، واقدر اخليه ينزل للاسفل تحت. لو فرضت ان المبنى عندي هذا هنا راح طبعا يكون اقدر اخليه متواصل او مفصول، ما راح يأثر هذا الخط، اقدر اشيله اخليه هوان، او لانه راح ينزل عند السطح فاصبح عندي كأنه هذا السقف، هذا هو السقف الممر الواصل بين الجزء الأول والجزء الثاني. طبعا هاي البناية مستمرة، بالنسبة للأبواب يعني ما عندنا مشكلة، المهم احنا نريد مكان النظام. طبعا هاي راح تكون منطقة خدمة، وهذا راح يكون ممر بيناتهم، ما راح نستغله، فقط راح نستغل هذه الأماكن. طبعا هنا مبنى على ارتفاع شاهق، فأني لازم من أجي أحدد أحسب حسابي أنه هاي المساحة يجب أن يكون بها سيفتي بعيد عن الجدران. فش أسوي؟ راح أول شيء أسوي أستفاد من أداة الأوفسيت، أسوي
سياج point انطي 20 انتر. صار عندي هذا السياج، هذا السياج اريد اصعده بارتفاع خلينا نقول طبعا نعطي ارتفاع مثلا 30 سنتيم بوينت 3. صار عندي هذا السياج بالنصب، اتجنب المناطق القريبة، فما اريد النصب يكون مباشرة ويا الجدار، فاخلي مسافة 50 سنتيمتر مع على طول المحيط من الداخل. ايش اسوي؟ ايضا اروح على الاوفسيت من هاي الحافة، طبعا الحافة السفلية اوفسيت احدد كل السطح واجي على السطح واجي اسوي اوفسيت بوينت 50 متر. اصبحت عندي هاي المنطقة اشبه بالمنطقة اللي هي ما راح محرمة، ما راح يتم بها النصب، يعني من البرنامج يجي يسوي تركيب هذا راح تبقى فراغ حتى مجال حركة او مجال ربط او مجال امان. كذلك بالنسبة للمبنى الثاني راح نعيد نفس الشيء، اسوي مول او بار انقل هذا نفس الشيء، اجي هنا طبعا سلكت اجي هنا احدد السطح اروح على داتا سيت وانطيه بوينت 20 لهاي راح تمثل سياج، اسوي له بوش بول بدات بوش بول واصعده ارفعه ايضا 30.3 انتر، وايضا اروح اسوي سلكشن للسطح واسوي له اوفسيت وانطي 0.5 اللي هي منطقة راح تكون يعني ما راح يتم بيها التركيب، فأعطي سين مرة ثانية أصبح عندي بهذا الشكل. الآن أصبح عندي المبنى جاهز لتركيب الألواح الشمسية. طبعا هنا أنا عندي خيارين، يا أما أركب ألواح على قواعد كل مجموعة على تصير على قاعدة من خلال البرنامج، طبعا الألواح في كل الأحوال تكون على قواعد، بس كخيارات البرنامج يا أما من البي بي داتا بيز للبرنامج نفسه أو اللي أنا مدخلها أو اللي تكون إن مودل، يعني إن مودل اللي هي تكون هسه راح نشوف شلون طريقة. يعني من نجي هنا اختار عندي chain database، اما من سكريون بي بي داتابيس او اليوزر او ان موديل. انا طبعا راح استخدم الان موديل، راح نستخدم الان موديل اللي هو طبعا راح نسدها هنا. انا عندي ان موديل، موديل مساعده لل 3 دايمنشن وارهاوس، راح شوفكم شلون راح استدعي منطي اسم بالكومبوننت. انا هنا منطي اسم طبعا صراحة استدعي، فشوفون رحت على ال 3 دايمنشن وير هاوس 1200 واتت سمول سولار بي بي سيستم، والرافعة هو انا رافعة طبعا باسمي، فاروح طبعا هنا
راح يسوي له داونلود، راح اجي القى هنا طبعا هذا هو الشفون مع تنشيط الماوس، ارجع اكبره نسوي له باوند زوم هذا رافعه، هذا مثل ما تشوفون سمول سولار بي بي سيستم، هذا طبعا انا قاعده استوردتها اصلا يعني شخص مشتغل عليها، غيرت الزاويه وغيرت الالواح لان الالواح اللي حاطها اللي كان مدخلها على القاعده ما معروفه الباور ايش قد، بس انا دخلت الواح سيسا 300 اللي هي طبعا ثنائية ذات الخلايا الثنائية أو الخلايا النصفية 120 سيلز أو الهالف سيل. هذا النظام كل لوحة هو 300 واط، يعني هذا السيستم الصغير هو 1200 واط. هذا أنا مدخله ككومبوننت، بس أنا هنا حاليا طبعا الكومبوننت ما تبقى ثابتة، فأنا حتى أنقله من ال 3 دايمنشن وير هاوس أو من السكتش أب إلى السكيليون، أجي هنا طبعا بعد ما الشرطة كله هو طبعا كومبوننت، وقلت لكم انا هذا رافع اسوي له اشر عليه واروح اقول له نقل، طبعا هنا هذا الامر نورمال كومبوننت سكليون كومبوننت، بعد ما اشرته اروح عليه، فطبعا هنا مال كومبوننت 1 راح نسميه الباور مالته هو 4 الواح على 300 1200 واط. الوزن مال اللوح الواحد هو 18 و3 بالعشرة، سنضرب 18.3 × 4 يطلع 73 نقول 74 كيلو، 74 ونقول له هنا طبعا convert، فهنا component and all its instances are now scalar component and will be counted and reported. يقول له اوكي. اجي هنا اني طبعا نرجع هسه هاي خلاص تخزنت وراح استخدمها، نجي على الشغل مالتنا. طبعا هنا انا اقدر اضيف هواي اضافات اخرى، بس خلي حتى لا تكون المحاضرة طويلة ومملة، خلي نختصر. نجي هنا طبعا ننقل البان، إذا أنا عندي أصبح سطح، هذا السطح هذا السطح هذا السطح ما راح أستخدمه، هستخدم فقط ذا السطحين هذا وهذا، احدد السطحين. طبعا هنا اقدر اسوي له جروب او اشر على السطح واشر على السطح الثاني، يعني اشر على السطح الاول واضغط على الكنترول من ثم اشر على السطح الثاني واروح على انسيرت سولار موديولز. هنا طبعا بس ملاحظه، طبعا هنا اللوح هو اصلا مائل بزاوية، يعني انا الزاوية مالته 29.9 يعني 30 درجة اللي هي تناسب مناطق بغداد وما حولها، فبالضبط يعني 29.9 يعني 30 الا 10 درجة، ما راح 10 ما راح يأثر. فهنا الزاوية طبعا بما انه اللوح هو اصلا على القاعدة هو اصلا مائل، فالزاوية راح تكون تتبع زاوية سطح الماونتنج ستراكشر اللي نسميها الفيس. فخلي نأشر السطوح، هذا السطح الاول هذا السطح الثاني، نروح على الانسيرت ومنا طبعا الاورينتيشن هنا واخذين طبعا 180، هنا طبعا التلت انجل
تعتبر صفر، بس هي بالحقيقة مو صفر، هي أصلا مائلة نسبة إلى الماونتنج ستراكشر اللي المودل، والأزموث هو اتجاه الفيس مال القاعدة. فهنا راح نخلي هذا، طبعا هاي الخصائص مال الكومبوننت مالتي أقول له إملا ليها. طبعا إذا أحددها أخلي البرنامج الفيرتيكال جاب هي المسافة تمثل لي البيتش، هسه راح نشوف شلون بين صفر وصفر، وأقول له اترك لي فاصلة نص زغرها نقول له نص متر 0.5 بين كل مجموعة تركيب ولاندسكيب. هنا طبعا البيتش، هذا البيتش اللي احنا منطينها الشادو، الشادو البيتش مثل لي الشادو لين زائد الاكس. انا انطيت هنا طبعا انطيته بالاساس مترين وربع، خلي نشوف البرنامج ايش قد راح يحسب لي. البرنامج ايضا راح يحسب المسافة الفاصلة على ضوء البيانات اللي يحتاجها. بس اني البيانات هنا طبعا قبل ما ادخل خلنا ماشي، المفروض اروح اختار البيانات. اذا اريد احسب الشادو لازم احسب البيانات الانوائية من اقرب محطة على اليمين. بس ماشي خلينا نحسبها هسه بدون اعتبار بدون شادو. اقول لك كونتينيو، انتظر شوية. هسه البرنامج بلالي السطوح سطح المستشفى بالالواح مع الماونتنج ستراكشر مالتها اللي احنا اختاريناها. طبعا يعني يعني الحقيقة البرنامج يعني العمل الضخم شوي يصير ثقيل ما تشوفون. انا نخاف من الايرور، طبعا حتى نتجنب مواضيع الايرور اهم شيء نروح نسيب شغلنا، نسوي سيف لاحتمال اي ايرور مفاجئ. نخلي هنا نقول له سولر بروجكتس سيف تسيب كلش مهم، رغم انه البرنامج يسوي اوتو سيفينج بس تخزين، وبعد كل خطوة ايضا تروح تسوي سيف لشغلك. هاي علامة السيف او الامر السيف الموجود بالتول بار. طبعا هنا هذه هي الالواح، انا راح ارجع لانه اذا اريد احسب، اذا اريد احسب السن اريا، طبعا السن اريا يطول بحدود فوق الساعتين تحليل مالته، بس انا راح نجربه لان يعني جربته يطول جدا خصوصا يعني بالمشاريع الكبيره. بس حتى احسب السن اريا ايش راح يقول البرنامج؟ طبعا كالكوليت هتطلع لي رسالة يقول لي you must select face. بس انا قبلها اروح احدد المتلورجيكال داتا اللي راح يحسب على اساس البرنامج. طبعا هنا مثل ما قلنا بالمحاضرات القديمة راح اخذ الانترناشونال باعتبار اقرب محطة لنا هي في ايران مدينة اصفهان. waiting for web service response. تمام خلصت. هسه اروح احدد السطح طبعا هذا كنترول، هذا احدده اضغط كنترول واروح اقول له حدد مناطق السنة اريا اللي يصير بيها
الشادو، بحيث انه وين يصير عندي حتى على ضوء اقدر احسب اللوسز اللي تصير عندي. اقول لك كالكوليت، طبعا هنا راح يطول اكثر من ساعة. اي طبعا يوم ما سلكت الفيس، انا مختار الفيس، أريد فقط السطح اللي راح يرسمه، وهذا حددته. وأيضا الفيس لازم فقط يعني هذا الفيس كنترول، يتحدد عندي هذا السطح اللي أصبح من الخطوط من النقاط السوداء الصغيرة، أضغط كنترول وأحدد الفيس الثاني. تمام، وأروح أقول له كالكوليت. مشكلة، طبعا أنا هسه حددت بس الفيس الأول، لازم ارجع بعدين على الفيس الثاني. طبعا هذا الجهاز يعني جدا طويل، ممكن يطول اكثر من ساعتين، يعني جدا. على اي حال خلينا نشوف. بسبب ضخامة المحاضرة وطولها راح نسويها جزئين، التحليل والنتائج راح ننتظرها في الجزء الثاني. طبعا بعد ما عملنا السياج للمستشفى وأعطيناه الشكل النهائي مثل ما تلاحظون، سمينا هاي التسمية. هذا راح نعطيه سين حتى نقدر نشوفه. الشكل النهائي للمستشفى والنظام راح يكون مثل ما واضح بهذا مساحة العمل، لكن طبعا دائما من ناخذ الخرائط الجوية ونبدأ نصمم عليها، البرنامج يعني كلش يصير بطيء بإجراء الحسابات، خصوصا الصاني اريا والريبورت. فمثل ما تشوفون يعني الريبورت بعد ما حددت، طبعا راح اسوي جزء ثاني، راح أسوي المحاضرة الجزء الثاني للنتائج، لأنه فترة الحسابات تطول أكثر من 3 ساعات، يعني شيء غير معقول أبدا، شيء مو منطقي. بس مثل ما تشوفون نختار الفيس أريا طبعا اللي على ضوءها يحسب، وأيضا نختار نعطي كنترول. يعني أحد عيوب البرنامج هو الفترة الزمنية الطويلة بالحسابات. بعد ما حددناها بلش هذا كالكوليشن، واحدة من المشاكل. طبعا المشكلة الثانية حتى إذا ما أريد أصنع الريبورت، أيضا يعني البرنامج جدا، فراح أعيد المحاضرة لحد هذا الجزء الثاني، ونحاول نكمل النتائج. يعني واحتمال ما راح أستورد موقع مباشرة أرسم. فالمهم هي الفكرة وصلت، من شلون وبعدين يعني من أكمل الرسم أقدر عادي أستدعي الموقع والحسابات راح تكون نفس النتائج. فيعني لهنا راح نختم هذا الجزء، من الجزء الأول من المحاضرة، والجزء الثاني راح يكون متعلق فقط بالنتائج. اللي يتابع هذا الجزء راح أنا أكتب ملاحظة إنه يجب أن يتابع الجزء الثاني.
طبعا الكهرباء رايحة راجعة، يتابع الجزء الثاني حتى تكون المحاضرة متكاملة. الجزء الأول ننهي ونختم. أرجو المشاركة للمحاضرة وفي قناتي لغرض الاستفادة قدر الإمكان. مثل ما تشوفون فترة يعني عملية حساب البرنامج الماشي يعني أن يوجوال على أي حال راح نختم المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقيكم في الجزء الثاني من محاضرة المستشفى ونصب نظام طاقة شمسية ومشروع طاقة عالية. شكرا جزيلا.